اول حاجه انا هعمل سندوتش مختلف خالص. احنا بنحاول نخش شويه على اكل الاطفال. ليه؟ اكل الاطفال بيعذبنا شويه، يعني كان في مدرسه او في حضانه بنجري كتير قوي عشان نديلهم الوجبه اللي هي ممكن تغذيهم وفي نفس الوقت تريحهم، لان هم طبعا بيتعبونا شويه في حته الاكل. احط ليمون، عصير ليمونه، انا هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هعمل السندوتش ده ازاي؟ كميه الزبده، كميه التونه اللي انا هحطها، احط نصها زبده. هتعمل لي ماده ربط مع السندوتش. السندوتش دوت هاكله او هاكله لاولادي. بسم الله الرحمن الرحيم. اجيب انا كميه الزبده، احط التتبيله بتاعتي الاول فيها. عندي التوابل هنا اهيت، ملح وفلفل. حلو، زي الفل. شويه فلفل ابيض، ما زودش، ولو انا طبعا مش عايز احط فلفل ابيض مفيش مشكله. انا حطيت دلوقتي الملح والفلفل الابيض وعصير الليمون. ابدا اضرب ضربه حلوه. ممكن نحط الزبده معاه بالمره. الزبده طبعا اللي انا هحطها، تمام، الزبده دي تكون فكه معايا في درجه حراره الغرفه، يعني بحيث ان انا اول ما اشتغل عليها تفك وتربط معايا الحاجه اللي انا بعملها. بسم الله. احاول انزل جزء من التونه اللي فوق ديت، طبعا هي ربطت معايا اهيت. السندوتش دوت انا لما استخدمه، تمام، استخدمه احطه في الثلاجه عندي وقت الاستخدام بتاعي، لانه هو هيبقى جامد. ليه؟ الزبده طبعا هتبقى ماده ربط، هيبقى عيش وزبده بالنسبه له، هيربط كل المكونات اللي فيه. اخر ضربه، وطبعا ما اضربوش كتير عشان ايه؟ ما يخرصش معايا، بس انا عايز يبقى شكله برده طعمه حلو. هيكون جوه السندوتش وكل حاجه، بس برده العين بتاكل طبعا. حلو قوي كده. جيب طبق. بسم الله الرحمن الرحيم. ننزل بدي تحت، نشيل السلاح دوت، اشوف بقى كمية التونة اللي عندي. طبعا الكمية اللي انا بعملها ديت، يعني انا بعمل كمية قليلة او كمية كبيرة. طبعا انا بوريكم الكمية اللي انا بعملها، يعني عينه، وبعد كده طبعا حريه الاختيار ليكم في الكميه، سواء كنا مثلا هناكل كلنا من الحاجه ديت كاسره، او كمثلا هعملها سندوتشات على قد فرد او على قد اتنين. الكميه دي بتاعتنا. ابدا اجيب اللقمه بتاعتي. انا هعمل الكميه دي. حلو قوي. ارجعه تاني واغطيه عشان ما ينشفش مني. بسم الله الرحمن الرحيم. بفتح اللقمه بتاعتي كده زي الدفتر بالظبط قدام مني اهوت، وببدا اجيب شويه من ايه، اجيب الزبده، التونه، وافردها في قلب الساندوتش زي ما انتم شايفين. اجيب بقى الحشو ده،
كده. طبعا لو انا هاكل السندوتش ده وقتي ممكن احط فيه بصل، ممكن احط فيه اي خضره انا بحبها، بس طبعا انا لو هركنه في قلب الثلاجه عندي مده يوم ولا حاجه او اتنين ما ينفعش اني اعمله بالشكل دوت. وهبدا الف كده، شايفين انا بعمل كده اهوت، وابدا الف ده بالشكل ده. هنزل بيه هنا، انا فارد بلاستيك هوريكم هضغطه ازاي. اوسع لنفسي كده، بسم الله الرحمن الرحيم. هبدا اضغط اللقمه بتاعتي كده اهوت، اهو مش صعبه معايا اهو كده. تمام، بتهالي مش صعب. انا لو عايز استخدمه دلوقتي هوريكم طريقه استخدامه ازاي. حصل خير، هوريكم طريقه ان انا اقطعه دلوقتي ازاي، واوريكم انا مجهز واحد تاني عندي جاهز حطيته في قلب الثلاجه. تمام، يعني قعد معايا شويه فده بتشد مني شويه. انا هعمل ايه؟ هوريكم الفرق بين الاثنين. انا هعمل ده كده، بسم الله الرحمن الرحيم اهوت. ده الفرق، انا لسه عامله دلوقتي قدام منكم. ممكن اقطع منه كذا شريحه برضو اوريه لكم، بسم الله الرحمن الرحيم. نشيل ديت عشان يبقى ايه كله ماشي مع بعضه. لو انا محتاج ان هو يبقى جامد معايا وهستخدمه في وقت تاني، مثلا مدرسة، مستعجل ما عنديش مثلا وقت بشتغل وبروح الشغل، ممكن اجهز سندوتشات زي ديت واحطها في قلب التلاجة. كل يوم الصبح اقوم جاي فاتح السندوتش بتاعي في قلب البوكس بتاع الطفل، هقطع 3 4 وحدات على ما هو يبدا يروح المدرسه، هكون دفاك يبدا ياكل فيه حاجه طعمها حلو. كده يبقى انا عملت، اوريكم برضو الفرق بين التاني. ادي التاني اهوت كده، شايفين الفرق هنا؟ هنا اللقمه، اوريكم الفرق اهوت، شيل واحدتين اتنين سلايز وسلايز. ده الفرق بين الاثنين، شايفين دوت عامل ازاي وده عامل ازاي؟ طبعا واضح. هقطعه كله كده، يبقى انا كده ايه؟ عملت سندوتش سريع للاطفال، سندوتش التونة بشكل جديد. بسم الله الرحمن الرحيم اهوت عشان تشوفوه افضل، ونركن دول بقى ايه لينا احنا.